20 الكعب خاص هذا ما بالورو 300 يورو تخوم البر هذاك يصد الجربوع هذا ما يصدش الجربوع هذا فينو هذاك فهمتني عربي عربي خرج من حبه عربي هذاك ما فيش مربوح لو كذب عليك قسما بالله صباح الفل باهي احنا توا في سوق منصف باهي نحكي شويه على الكلاب والانواع اللي عندك والقطط اي نحكي هذا ما بيرسونيت وسي اموا فهمتني تركي هذاكم 120 الكعب خاص 120 خاص على قد اي خاص بالطبيعة سوم النورمال قد ايه كان تقولوا السوق موش طاي هذا ما باللورو 300 يورو تخوم البر معناها في المليون يتكلف القطوس غير بركة لهنا في تونس فهمت كل حاجة رخيصة نبيعوها عندك القطاط العربي القطاط العربي قد ايه القطاط العربي مزينين هذاك مال 20 دينار الكعب هذاك يصد الجربوع هذا ما يصدش الجربوع عليه على خاطر هذا فينو هذاك فهمتني عربي عربي خرج من حبه عربي هذاك العربي ديما هكا ديما هكا العربي اجريسيف ديما العربي قوي قارع الكلاب عندنا برجيات هاكم المون وعندنا كانيش كانيش نتاع خونا بارابول عطيني اسوام البرجير 250 نخلوه 220 230 والكانيش مركز معاك الكانيش 120 هذاك البيكينوار 300 عليه غالي البيكينوار خاطر غالي 500 الف يخدموا هذاك عطيني اسوامهم في النورمال قبل ما يتيح السوق البرجي البرجي سومهم الحقاني 500 دينار في السوق هكاك نبيعوا 250 فهمتني 230 220 علاه ما تحطش بيع في طياره ولا في جوميا ما تخممش على الانترنت عندي حانوتي انا نخدم فيهم هذا في الحانوت ما يقلقنيش قعدت نعبد جوست نهار لحد لهنا شويه وكا تربيتهم وهم صغار تربيتهم تعقد يا خيتي فين عباره بيبي مربي في الدار كيفاه مثال شو توكلهم وقداش من مره ياكلوا يوم رذولك يتقلقوا فهمتني يزمك تزرق لهم يزم فهمتك كيف عندنا برومودوغ عندنا لاراج عندنا دويه الكل الماكلة قداش مرة ياكلوا في النهار كيف بداو صغار؟ مادام صغير ياكل تروفوا في النهار. مادام مازال صغير. من وقتاش تبدا تبيعوا؟ من عمر قد ايه؟ اللي عمره شهرين من بعد يكمل الرضاعة نتاع أمه. قبل لي. قبل ما يتباع. مش ما يتباعش، مازال يرضع أمه ما تبيعوش. فيتامينات. ضعيف. فيتامينات توكل فيه. من أمه الفيتامينات من بعد شهرين تبدا توكل فيه أنت وحدك. كي يرضع أمه فهمتها كيف هذاك أقوى فيتامين. أنا بش ربي توا كلب، كي ناخذ شنو تنصحني بيبي؟ ولا يتوكلوا ماكلة الدار ومعني شنية الحاجة اللي تقعد فهمتني معني تخلي كيفين تصرف معك كيفين وكلوا ما نعرفش ناخذ من عندك تو برجيش تقول لي كيفين تعمل ننصحك عاد تولي تحب تدلوا انت دلاله تاخذوا له كروكيت كروكيت شنية مو فما دريساج زاده مش معني باش تربيه وتوكلوا وكا ورا دريساج كيف دريساج توكل به مثلا انت توكل فيه في الديشي يقولوا نحن العظم والواحد طيبوا له بطبيعتك ما تعطيهوش حاجه كيكه فهمتها بالكروكيت كي حاجه يعملها ولا حاجه تقول له اعملها كوشي بابوجي تكلموا معني تعطيه كعبه كروكيت في فم يولي يفهم خاطر الكروكيت بنينه معني حاجه فيتامينات فهم يعمل حاجه باهيه نعطي اي اي اكيد صحيح مش تعطيه كونتيتي راه كعبتين ثلاث مش يعرف الحاجه هذيك بنينه الحاجه هذيك ياخو عليها حاجه صحيح يولي يعاودها يولي يحب يعمل فازة اخرى صحيحه كي تقول له عليها باش فهمتني يعاودها باش تعطيه انت كروكيت تصرف معاهم كي ولادك ولا كيفك يبدو هكا اكثر من اولادي يا خيتي اكثر من اولادي تجاره مربحه فيها فلوس يغزلي ما فيهش مربوح راه كذب عليك قسما بالله خاطر ساعات تجيب كلب تجيب لك كرش راه يموت يموتوا لك فهمت كيفاش كل قد ايه الكلب يولي يجي العبد يغلب عليك تو انت تدخل له 250 يقول لك لا خليه لي ب 150 150 نبيع له كلب عربي العقم تاع عرب والله كل قد ايه الكلب تولي كل سيموا قداش حبلها باش تحب تقعد شهرين 60 يوم حبال و 60 يوم رتعت كيفاش تعرف انه جاتها الشالور في بريود نتاع العام وقتاش تعرف الشالور ما يبدا يقطر الشالور هذاك عليه تبين الكلب سايبو شالور تبين 12 بابا الغالي مرحبا بيك 250 بابا الغالي 200 من الاخر اللي كنتي مرحبا بيك تونزينو ساعدوك والله يجي دلل خويا دلل راك تعمل في الاسواق للعب مش حب نعملو مكا هاو خويا ولد حومه معني ما فيهش ولد حومه يقعد عليك يعطيك العز صح البيوع على قبل يحاسر على البيوع يحاسر كانوا يجينو تزيري واللي بي ما يقعد لنا حتى جيرو لهنا ما توينسى انا نديرو في بعضنا خاطر ما عادش يجيو تزيري واللي بي ما عادش ما عادش عليه والله من يعرف ما خذاو الشتله ولا يبيعوا غاديك وحدهم والله كان كبيش كان كليب كان قطاط خذوا منا شتل ولا يبيعوا غاديك قداش عندك في الدومين هذا مليانه صغير في الدومين هذا في تربيه الحيوانات وانا صغير
بالكتاب نتاعهم. كيفاش؟ تشريهم بالكتاب نتاعهم فاكسيني ولا؟ ثم عباد يمدوا لي نشري، فهمت كيفاش؟